أيوي أصدقائي، يلا من خلال هذا التجميل هذا شكون اللي يعرف هاد الصور منين مخودها؟ شداد العفاريت بون دو باساج، جيت من جهة هاد لو بورتون جيميد في اتجاه الفنيدق، وقلت راه نشوف واحد المكان سباق اللي دوزت فيه أمو هنايا بالخيمة. J'étais encore jeune. Ou quand tu vois très bien, il y a quand nous qui est bouton le huawei jeune, quand il y a une. Je crois que le poste a dit le dom à Kench, là qui est perturbé à la soirée. Alors, il y a une taquette d'Elia. وهذاك لو بتي بور دو بيش. هادشي كامل بالنسبه لي انا كامل تبدل لو بيزاج كومبليتمون. ملي كنا مخيمين تما هادوك الشجر اللي كيبانو هنايا من دوك لي باراسول ديال التبن ولا ديال القش ولا ما نعرف، كاينه واحد الغابه صغيره تما، كان هنا هذيك الغابه شتوها كي دونس، كانت هادشي كامل غابه، هذا كله تحرق. مي اوروزمون، لان كتشوفوا هاد السكن هذا حتى هو، هاد المناطق راه كلها راه باقا لي تراس ديال الشجر. واحد الوقت كانت السيبة حرق الغابة وتوسع، بيع زرع فيها اللي بغيتي واكسترا. المهم دابا كاين واحد شوية ديال شوية راه باقي التسيب. هاد الصورة بغيتكم تشوفوا فيها أولا البحرية الملكية، هاهي هذاك تقريبا خرجنا أنا وياه أون باراليل، هما خرجوا في الماء وأنا خرجت في البر، دونك راه سبقنا يعني كيمشي بواحد السرعة، وكتبان داخل داك الماء اللي موراه صافي يدير المحركات قوية. موراه غيبان لكم واحد الجبل، هذاك هو جبل طارق، صورة رائعة. هذاك الجبيل داينون قلزل صبليون، صحة بالقوة، ما قدروش سنين وفرضوا عليه الحصار و اكسيتيرا اكسيتيرا والو. وحده اقرب مدينه هي لا لينيا، يعني عند الحدود ما بين جبل طارق ويعني والتراب الاسباني. الو واش دابا صبليون ملي غادي يقولوا جبل طارق ديالنا واش شي واحد غادي يقول لهم لا؟ صافي بارتي ديال لا جيولوجي لا جيوغرافي اللي بغيتي، طرف من يعني من اسبانيا. واحد الدبانه مديرونجيني اللي كتجعلني نحرك يدي، والله ميم شوز. سبتاو مليليا الا كتقولوا هذاك الطرف ديالكم، اذا سبتاو مليليا ودوك الجزر تبارك الله، كتلقى الجزيره كتمشي على رجليك ملي كيتراجع ملي كيرجع البحر، ويجي يقول لك سبليوني راه ديالي. سي دونك العلاقات المغربيه الاسبانيه خص اغوفوار في كل شيء، في هاد لي ديتاي هادي لا بغينا نتعايشو، هو مفروض علينا التعايش عباد الله. ها هما راه هما جيران ديالنا، راه هذاك الجبل اللي كتشوف هذاك راك انت في اسبانيا. وهذه هاد الصور هذه من بين اقرب النقط، ما عرفتش بالضبط لان اقرب نقطه كنظن شي 14 كيلومتر، وهذه اللي كتشجع على الحريق. بون دابا المغرب غادي كنظن انا وجهه نظر خاصه، شي مرات كيبان لي المغرب كحل وشي مرات كيبان لي المغرب راه دابا كندوز فين ما لقيت المشاريع. دابا جا طونجي مد راه غادي بواحد السرعه تبارك الله، وكيبان لك لو شونتيي الناس خدامين الكاميونات الكروات يعني راه نتمنى غير جوج الحاجات، هذوك الناس اللي خدامين اللي مخدمينهم يديروا معاهم القانون لاكي سوسيال ديالو وداك التعويضات العائليه و اكسيتيرا وشي اجر محترم. الا بغينا ولاد المغاربه يكونوا في المستوى، داك الاب يعيل الاسره ديالو بلا ما يلجا لشي طرق اخرى. راه كل واحد كيخرج رزقه بطريقته،
حتى الا ما عطيتيهش كليتيه في حقه راه غادي يدبر على شي طريقه باش يعيش. راه ما وبلا ما ندخل في هذا الموضوع هذا لان شي معلومات عندها علاقه بالشيافر لي تروك اللي كيديروا البنوات اكسيتيرا بلا ما كاربيرون اكسيتيرا. والو واخا تعيط كونترولي كندخل في داك في داك الشيء النوار ما كيعجبنيش. كنوسخ هذه الصوره هذه الدالية هذه التي ها الجبل. وهذا الجبل كنصح انه اللي جا يطلع شويه يشوف لوتر كوتي فين كاين الله الوطن الملك اللي كتبان من الجهه الاخرى من السفح. هاد الجبل راه حتى هو فيه التاريخ، فيه لي ترونشي ديال الميليتير، فيه كيفاش كانوا كيدوزوا الماء، فيه المخابئ. نقدر نقول لكم سا غومونتا اكثر من 30 عام ملي تسلو من الجهه الاخرى. انا قلت لكم اللي خيمت هنا واحد الوقت ان دامس. الناس اللي معايا تقلقوا، انا الا بديت الهضره ما كنساليش. المغرب كنظن غادي في الاتجاه الصحيح. جيسبر ونعاودها ديك الكلمه المشهوره اللي قال زعيم الاحرار، واللي هو كنظن هو اللي غادي هاد الخمس سنوات غادي يكون عندنا معها القيل والقال. ديك اعاده التربيه، يربي دوك الناس اللي خصهم التربيه. اما الاغلبيه ديال المغاربه راه مربيين، يربي هذوك اللي متكين على الصناديق، هذوك اللي كيقلبوا في المشاريع، هذوك اللي كيخرقوا القانون، هذاك بنادم اللي الملك العام ما كيحترموش، المال العام عنده غير النهب. هذوك اللي خصهم اعاده التربيه. تحياتي.